اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا. والنهارده اتلعبت 3 ماتشات في افتتاح الجوله ال 14 للدوري الممتاز. البدايه كانت في ملعب الماكس في الاسكندريه، وحقق الداخليه الفوز على حرس الحدود بنتيجه 1-0. سجل هدف المباراه اللاعب مؤمن عاطف في الدقيقه 75، وحصل مؤمن على جائزه رجل المباراه، ورفع الداخليه رصيده 13 نقطه في المركز ال 14، وتوقف حرس الحدود عند 11 نقطه في المركز 16. في ملعب جهاز الرياضة العسكري اتعادل طلائع الجيش مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1. الطلائع سجل هدف مبكر عن طريق كريم طارق في الدقيقة 5، وتعادل التونسي فيروز شواط في الدقيقة 45 للدراويش. وتألق حارس الإسماعيلي محمد فوزي وتصدى لضربة جزاء من أحمد سمير لاعب الطلائع في الدقيقة 79، وحصل فوزي على جائزة رجل المباراة. ارتفع رصيد الطلائع ل 14 نقطة في المركز ال 11، وارتفع رصيد الإسماعيلي ل 8 نقط في المركز الأخير. وعلى ملعب بترو سبورت فاز فيوتشر على إمبي بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل. سجل إمبي في البداية عن طريق مصطفى دويدار، وتعادل فيوتشر محمد رضا بوبو من ضربة جزاء، وتقدم بهدف عبد الكبير الوادي. إمبي تعادل من ضربة جزاء سجلها علي فوزي، ولكن فيوتشر خطف الفوز بهدف عمر السعيد. ورفع فيوتشر رصيده ل 30 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إمبي عند 10 نقط في المركز اللي قبل الأخير. ونروح لأخبار النادي الأهلي. والسويسري مارسيل كولر المدير الفني رفض الراحة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 3-1 في نص نهائي الكاس. وأدى الأهلي تدريباته النهاردة بمشاركة كل اللعيبة، وبدأ الاستعداد لماتش الزمالك في قمة الدوري يوم السبت الجاي. تدريبات الأهلي غاب عنها بعض اللعيبة للإصابة زي عمرو السولية ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو. حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي هيخضع لبرنامج علاجي بعد إصابته في الكاحل خلال مباراة سموحة، وهيحسم الجهاز الطبي للأهلي موقف حمدي فتحي من المباراة من مباراة قمة خلال التدريبات الجاية. ونروح لأخبار نادي الزمالك. والمدرب البرتغالي فيريرا المدير الفني اجتمع مع اللعيبة واتكلم معاهم عن ضرورة الفوز قدام الأهلي. فريرا طالب اللعيبة بمصالحة الجماهير بعد الخروج من الكاس قدام بيراميدز، وتدريبات الزمالك شهدت فقرات خاصة لتسديد على ضربات الجزاء. بدأ حسين ياسر المحمدي عمله في الجهاز الفني الجديد للزمالك في منصبه المدرب المساعد، وتواجد حسين ياسر في تدريبات الزمالك لأول مرة النهاردة في ماتش الأهلي. وانضم حسين ياسر للجهاز الفني بعد رحيل أحمد عبد المقصود لتولي منصب المدرب العام لنادي البنك الأهلي. سألنا الجماهير عن مين هيكون نجم ماتش القمة بين الأهلي والزمالك، تعالوا نشوف رأي الجمهور ونرجع لكم مرة تانية. عايز اخد رايك، شايف مين هيبقى نجم مباراه القمه يوم السبت؟ شايف نجم مباراه القمه هيبقى كهربا، وقال ديانج قال ديانج هيبقى حائط في نص ملعب، وكهربا عشان جعان كوره وان شاء الله هيرجع احسن من الاول. انا اتوقع امام عاشور، لان الزمالك في اخر فتره مش في حالته زي ما كلنا عارفين وشايفين. ده اظن الماتش الوحيد اللي لازم نتصالح بيه بعد بيراميدز، خساره بيراميدز لازم نتصالح في ماتش الاهلي انه ماتش القمه. كهربا يكون مكسر الدنيا مع انه رجع كعان كوره، تفهمني؟ وممكن محمد يعني انه بقاله فتره مشي بشكل كويس. يا حسام عبد المجيد هو اللي ممكن يهدف، وممكن الزمالك يكسب 1-0. هو ان شاء الله يعني الفوز طبعا للاهلي، و وانا شايف ان كهربا هو اللي هيبقى متالق المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله كهربا هتالق، يعني ان شاء الله هيبقى نجم المباراه، ان هو بقاله كتير بعيد عن الملاعب، وعلي معلول وسولية. قفشة حاسه مستواه هيأدي في الماتشات الكبيره، هو بيأدي اصلا في الماتشات الكبيره، ففي الزمالك في ماتش الزمالك هيأدي، يعني حاسس ان هو هيبقى رجل المباراه. نادي بيراميدز انهى الجدل بخصوص رحيل نجمه عبد الله السعيد في شهر يناير الحالي، واكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ان عقد السعيد مستمر للموسم الجاي ومفيش اي عروض رسميه لرحيل اللاعب. وخرج السعيد من قائمه بيراميدز لماتش فاركو بكره في الدوري بسبب الايقاف لطرده في ماتش فيوتشر. تعالوا نشوف تقرير عن توقعات الجمهور لمستقبل عبد الله السعيد مع بيراميدز ونرجع لكم مره ثانيه. هل تتوقع انتقال عبد الله السعيد لنادي الزمالك ولا ده صعب؟ لا، اللي انا شايفه دلوقتي ان هو ممكن يروح نادي الزمالك، هو عايز يروح اصلا نادي الزمالك.
لا والله انا شايف ان هو صعب، لان نادي بيراميدز نزل تصريح وقال ان هو بالنسبه له عبد الله السعيد لاعب كبير جدا وهو محور كبير في قلب اللعب، فهو حاجه اساسيه بالنسبه له فمستحيل ان هو يفرط فيها. والله عبد الله السعيد تاريخ كبير ولاعب ممتاز واحسن نص ملعب في مصر من بعد طبعا اللعبه الثانيه الكبار، ويعني لو ممكن نادي الزمالك حتى لو اضافه ليها يبقى اضافه يعني جامده طبعا. اكيد ان هو يمتلك ان هو لعيب كويس ومهاري وفي نفس الوقت عنده لمسات كويسه وكان مبدع قوي ان هو كان في النادي الاهلي فكان عامل شغل جامد بصراحه، فانا شايف ان هو ينطلق ان شاء الله. هيبقى صعب طبعا ان عبد الله سعيد يتنقل للزمالك لان هو كابتن من فريق بيراميدز، وغير ده كله الزمالك هيبقى خسران لان هو عبد الله سعيد سنه كبير فمش هيقدر يدي في الزمالك تاني اكتر من سنتين او ثلاث سنين. هو عبد الله السعيد بيلعب خط وسط في البيراميدز يعني كويس جدا، ولو راح للزمالك تقريبا كده يعني هيضيف حاجات احسن، يعني هو يعني الزمالك اصلا محتاج حته خط النص دي. لا انا شايف ان صعب ان بيراميدز تفرص عبد الله السعيد لان هو خط النص ممتاز عندهم جدا، وغير ان هم دافعين فلوس كتير، فانا اعتقد ان اسمه ده عبد الله السعيد هيكمل معاهم هيعتزل في بيراميدز. أعلن السربي زوران مدرب نادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه لماتش البنك الأهلي بكرة الخميس في الدوري. قائمة الاتحاد شهدت رجوع محمود علاء والحارس مهدي سليمان بعد ما غاب الاثنين بسبب الإصابة. وشهدت قائمة الاتحاد ظهور الثنائي المعار من الأهلي محمد محمود وعمار حمدي لأول مرة. وبعيدا عن كرة القدم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد النهاردة وجود إصابات بحالات الكورونا في صفوف مصر وبلجيكا. وهيلعب منتخبنا الوطني قدام بلجيكا بكرة الخميس في أول ماتشات الدور الثاني لبطولة كأس العالم اللي بتتلعب في السويد وبولندا. وكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة، ونروح لكابتن محمد عباس بعد الفاصل.